مساعي كثيرة يقوم بها العراق، وذلك من أجل استرداد أمواله المهربة إلى الخارج، سواء كانت هذه الأموال مودعة في البنوك أو غسيل أموال بعد 2003. هذا الموضوع يجري بواسطة اتفاقيات مع سفارات هذه الدول. الدول هي الأردن، لبنان، الكويت، وبولندا وتركيا. تجري اتفاقات مع سفارات وسفراء هذه الدول من أجل استرداد الأموال المهربة، والجميع يعلم حجم الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة العراقية بعد 2003 وما نتج عنه من كوارث. كذلك كما نعلم أنه ربع موازنات العراق منذ 18 عام قد تعرضت للسلب والنهب على يد الكثير من الشخصيات الفاسدة التي تورطت بعمليات الفساد. فهل سيستطيع العراق استرداد أمواله المنهوبة أو المهربة إلى الخارج من خلال هذه الاتفاقيات ومن خلال هذه الخطط، أم أنه هذه المحاولات ستكون غير جيدة كسابقتها من المحاولات والتي باءت بالفشل؟